السلام عليكم خوتي الجزائريين والجزائريات في الداخل والخارج، مسلم عليكم. اليوم فيديو صغير هذا، يعني على كل حال احنا الفيديو هذا راح نديروه باب النقد البناء، يعني باه يفهموا خوتنا وخاصنا خوتنا في الخارج ولا في الداخل بما يخص الجواز البيومتريكي، هذا الجواز الالكتروني. كما تعرفون انا متاخرين بزاف على الديجيتال باسبور هذا، وكما يسمى الاي باسبور او البيومتريك باسبور. كما تعلموا يعني هذه وثيقة مهمة، يعني خرجوها الدول العالم أكثر من 10 سنوات، أكثر من 5 سنوات كنت نعرفها في الدول المتقدمة، وكاين ناس عندهم أكثر من 10 سنوات وما داروا الجواز البيومتريكي. احنا راه متأخرين بزاف بزاف. المهم ماش حاب ندخل في الموضوع هذا حتى الناس يفهموا باللي راني ننتقد في نقد بناء، وهو يعني كل شيء. يعني بعد ما اتصلوا بي واحد الاخوه، وكذلك واحد خونا اليوم اتصل بي، يعني خاوتنا خونا مختار نحييك لانك ذكرتني في الموضوع، موضوع فصيل الدم، يعني كما يعرفوها واسمه بلاد تايب كارد. يعني هذا وخاصه يعني كما الناس يشوفوا يعني رقم 8 في الطلب البيومتريك هنا في القنصليه الجزائريه، وهنا مانيش ننتقد في القنصلية الجزائرية أو ننتقد في الأشخاص باه يفهموا الناس، هذا يعني فقط الناس اللي داروا القانون هذا. يعني أنا في رأيي مشكلة، قانون هو يعني بطاقة فصيل الدم أو نسخة ونسخة منها. يعني تصوروا واحد طفل في عمره 3 أشهر والله زاد حب يدير الجواز، يعني هنايا في بريطانيا يعني ما كاش، يعني كي واحد يديموندي جواز ما كاش فصيل الدم. كيف انت يا تروح تطلب على واحد، يعني واحد جديد عمره زاد جديد 3 شهور ولا اقل من شهرين، ولا تطلب له فصيل الدم؟ يعني هذا الدراري اللي راهم هنايا مساكن حيديروا جوازات، ترى جوازات يعني يحبوا بلادهم، حبوا يديروا الجواز. يعني هذا يعني طلب تعجيزي، يعني الناس اللي داروا هذا الطلب انا في رايي راح يزيد من الغش. تصوروا مثالا في البلاد، واحد يروح يجيب بقرة، دم تاع بقرة حاشاكم والله حيوان، ويخلص إنسان ويدير له فصيلة نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا أو بلاس 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 ولا زيرو 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 بار، ويديروا في الملف. أنا نتمنى يعني القنصليات يديروا، يا أخي كاين دراهم، يديروا مكتب واللي حب يخلص ينحي الدم يخلص 10,000 ولا 15,000 ويعطوا له كارطة ويديرها في الملف. يعني حل سهل وبسيط، حتى يعني حتى يسهلوا الناس المواطنين. وانا يعني في رأيي هذا الحل يعني يساعد الناس قاع يخلصوا 10,000 ولا 15 ولا اقل ولا 5,000، هذا يعني حل يعني ممتاز. اما انك تطلب على واحد يعني فصيل الدم للاطفال اولاده مثلا، واحد في عمره 2 ولا شهرين ولا، يعني حتى الكبار راح يلقوا مشكله هنا ما يطلبوهاش في الجواز البيومتريك البريطاني، وكذلك في بعض الدول. يعني هذا امر تعجيزي، انا بالنسبه لي هذا امر يعني نتمنى من السلطات يعني المسؤولين على هذا يعني الوثائق، يعني صعيبه شويه، ويعني ماذا بيه يحذفوه ويغيروه بشيء. هو يديروا مكتب في كل قنصليه، يجيبوا واحد ينحي فرملي والله ينحي الدم وراه يخلص، وكل واحد يشارجي 5,000 ولا 10,000 ولا 15,000، وهكذا تحل المشكله وما يسهلوا على المواطن باه يدير الجواز البيومتريكي. المفروض هذا الجواز يساعد المواطن ويساعد يقلل من البيروقراطيه اللي راه منتشره في المكاتب تاع استخراج الجواز البيومتريكي وحتى في القنصليات. يعني هذا نداء تمناو من المسؤولين هذو اللي داروا يعني هذا يعني الوثائق، وخاصة يطلبوا بطاقة فصيل الدم الجروباج تاع الدم، يعني راه شرط تعجيزي. هذا مجرد رأيي، شاركوني فيه الناس، كالي شاركوني كالي يوافقوا معايا كالي ما وافقوش. نشكر خوتي اللي اتصلوا بيا، وخاصة خونا مختار العنابي، تحياتي للجميع، ونتمناو هذا الأمر خوتي تناقشوه لأنه مهم. السلام عليكم.